اللي اختارت ومؤمنة حضرتك ولا بمصر التلفزيون اللي رشحك؟ الاختيار ازاي بيبقى منها اصبحتي ولا من لا لا مذيعة لا، كانت مدام سامية صادق هي اللي كانت الله رئيس يرحمها تلفزيون وقتها. ورشحت حضرتك؟ لا، هي رشحت حد، واخده بالك؟ وبعدين هم قالت لا، اختاروك. قالت لا، حد راحت زي جايبه لها سوزان واحده. مبارك قالت لا. بعتوا حد تاني، قالت لهم لا. لا. تالت مره قالت لهم ده والدتني قالت لها بس كده، خلينا كده علاقتك بالظبط. بيها لسه مستمرة، بتسألي عليها، في تواصل؟ مش بكتير، لان طبعا عارفة الواحد برضو بيبقوا في حساسية وكده، ولكن هي ست رائعة يمكن بلا كتير جدال. من اللي بيتفرجوا علينا بيبقى عندهم فضول يعرفوا كواليسنا، كواليس العالم اللي احنا بنبقى عايشين فيه ايوه. بالمسؤولية بتاعتنا. كون ان حضرتك بتبقي مذيعة لحرم رئيس الجمهورية، بتطلعي معاها سفريات مع سيادات السفريات للخارج، لازم تبقي قارية كويس جدا عن الموضوع، بتعتبري واحد من التيم. الحياة دي كانت صعبة وسهلة في ايه؟ إذا كانت صعبة فسهولتها كانت إن أنا مؤمنة بالرسالة. اوكي، مؤمنة بالرسالة، إحنا اللي ما هي كانتش بتقدر رسالة واحدة، ده رسايل. الثقافة كله والسكان كله يا وقضايا حبيبتي، كتير. يعني عارفة تروحي كل حتة، وكل ده جهد 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 بس كان بيتعمل حياتك على طول لمصر. فيها شغل كتير، ما هو طبعا فظيع فظيع، كنت يعني بتقدري لدرجة ازاي؟ مدام مديحة كمال حبيبتي كانت رئيس القناة التانية، كانت رئيسة القناة التانية، لا كانت الأولى، الأولى. لا جت اوكي. الأولى. وأنا كنت في شغل فعلا مع حرم الرئيس في اسكندرية، وراجعة على الساعة، راجعة 11 بالليل أو 12 بالليل، فلقيت مدام مديحة بتقول لي الساعة 6 يا سوزان تكونوا في اسمها ايه، راس محمد. يا خبر ابيض، وقت قصير قوي. قلت لها مدام مديحه ده انا لسه داخله البيت، هل انا اقدر؟ قالت لي ايوه اذا تقدري تقدري، بس هقول ايه. رحت واتبسطت. وبصي يعني حقيقي احنا كنا برضو احنا كان عندنا، انتوا ملتزمين. مش بس كده، كان عند حضراتكم لو سلوجن كده علمتهولنا، ان احنا لا يوجد اعتذار لا على الهوى ولا على الشغل الا لما يا اما يحصل لك حادثه او اي بالظبط تموتي. كده، كنت ايوه ده. طب اجازه لما يحصل لك حادثه او بالظبط. تموتي. ما هو فعلا بالظبط، بس ان انت تبقى في طبعا. العنايه المركزه، ما انتش عارف تتصرف، هو ده الصح. يعني طالما انا مش في عنايه مركزه فانا في الشغل، ما بالظبط ينفعش كده. اي تهاون في القصه لا دي. ده ما فيش كلام على لا، انت اصلا فعلا ما سبيرو ابتدى بقيادات كبيره جدا يا جماعه، تومادر توفيق، سعد لبيب، همت مصطفى، همت مصطفى، يا سهير نهار حريري، ابيض. سامية صاد. مدام همت دي طلبتني عشان اول ما رجعت، فبصيت لقيتها عايزاني اعمل حديث مع وزير الاعلام كان دكتور العطيفي، ندهتني كده وكتبت الاسئله وبتديها لي، يلا اقريها اقريها ويلا عشان نروح. مش هتصدقيني، علشان تعضدني عشان تدعمك ان وتحسسك انا خي... ان انا بالأمان خايفه والثبات. رايحه لوزير الاعلام لاني صغيره لسه.